أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم طبعا موضوع الحلقة أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا في عندي في مشكلة حلقة يزهر جديدة من بس برنامج دقيقة الجهر واحدة. بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم آسف كتير، آسف كتير. طبعا موضوعنا اليوم راح يكون الآيات الإرهابية رقم 4، وعلى فكرة في صديق، هلا أول صديق متابعنا، القناة هي جديدة، فبتمنى من كل أصدقائنا يساووا سكرايب للقناة حتى يعني يقدروا يتابعونا، لأنه في مشاكل بالقناة الأولى صار عندي، فهي القناة الثانية بتمنى يعني مثل ما بقولوا تتابعونا فيها. على كل أصدقائي، خلونا نرحب بالبداية بأبو الحكم. أبو الحكم، أهلا وسهلا فيك حبيبي. أهلا وسهلا بك جان حبيبي، وسلم على كل المشاهدين اللي يتابعونا. أهلا وسهلا أبو الحكم. أبو الحكم، خلينا نتابع مع بعض الآيات الإرهابية اللي موجودة في القرآن. شو عندك من جديد من الآيات الإرهابية؟ تفضل. طبعا احنا كل أسبوع نعرض آيات محددة حتى يتأكدوا المسلمين أنه الآيات كلها من تفسير ابن كثير، وجاي نركز على الآيات اللي تحض على القتل والإرهاب. واليوم اختاريت من سورة الأنفال الآية 12. الآية تقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يعني اعتقد الآية تصرخ، تقول شنو المعنى اللي بيه، يعني واضح، لكنه احنا طبعا ما نقرأ الا من التفسير ابن كثير، حتى كل ما امر على فترة راح احاول اشرح بعض الامور اللي ما تكون واضحة للاخوة المشاهدين، ونشوف الآية والتفسير الآية شو بتقول. وقول الله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وهذه نعمة خفية وهذه نعمة خفية أظهرها الله لهم ليشكروا عليها. أي رب هذا يشكرون ربهم عليه أنه يساعدهم على القتل، وهو أنه الله أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وآزرهم، وقال غيره: قاتل معهم، وقيل كثروا سوادهم، وقيل كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي فيقول: سمعت هؤلاء القوم، يعني المشركين، يقولون: والله لأن حملوا علينا لانكشفن فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. حكاه ابن جرير، وهذا لفظه بحروف. وقول الله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني هذا إله يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، مجرد إنهم ما آمنوا بكتابه يلقي في قلوبهم الرعب. يعني لاحظوا الكلام البشري من هذا الكلام، أنا ما أتخيل أب يلقي الرعب بقلب ابنه حتى يخليه مثلا ما يسوق بسكليت أو مثلا ما يلعب كورة. يعني أول مرة أسمعها إنه واحد لمجرد اختلاف الفكر يلقي في قلوب المختلفين الرعب. يعني أي ثبتوا أنتم المؤمنين وقوا أنفسكم، على أساس أنه هذا إله يعتبر أب للكل، يعني وهو مثل ما يقول مسيطر على كل شيء. ليش خايف من الذين كفروا يريد يقتلهم؟ يعني أنا ما أفهم، ما أقدر أتخيل إله أنه يقتل المخالفين لأنه ما يصدقون به.
ويلقي في قلوب المهمين الرعب يعني، والرعب بس لو على المقاتلين ما يخالف النساء والأطفال وما يهمل، بعدين يأخذهم كلهم سبايا. وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك سألقي الرعب والذلة والصغارة، يعني شوف هاي كلها ذلة وصغار ويعني إهانات على من خالف أمري وكذب رسولي، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي اضربوا الهامة ففلقوها واختزوا الرقابة فقطعوها وقطعوا الأطراف منهم وهو أيديهم وأرجلهم. شوف هنا شوف ايش قد حلو هذا الأب الإله الرحيم، ايش قد حلو يحكي، شوفوا شو يقول، يقول اضربوا الهامات، يعني اضرب يعني شلون تضرب الرأس من النص على المناخير وعجبه هنا، يعني اضربه بالسيف حتى تقطم رأسه نصين، أو قطع رقبته واقطع ايده ورجله. هذا إله يدعوك انه تعبده، يريد بهذه الطريقة انت تعبده، انه اللي ما يآمن تقطع له راسه ورجله ولا ترحمه. يعني يقول اضربوا لهم ففلقوها واحتزوا الرقاب، احتزوا يعني قصوا الرقاب، فقطعوها وقطعوا الاطراف منهم وهي ايديهم وارجلهم، وقد اختفى المفسرون واختلف المفسرون في معنى فوق الاعناق، فقيل معناه اضربوا الرؤوس، قالها عكرمه، وقيل معناه اي على الاعناق فوق الاعناق يعني، وهي الرقاب قالوا الضحاك وعطيه العوفي. ويشهد لهذا المعنى ان الله ارشد المؤمنين، انا اتذكر مره الهامات شرحها هذا اللي مصر اللي لزموه بالله شو اسمه ابو سكسوكه، نسيت اسمه، هذا اللي لزموه كان من الاخوان المسلمين، كان برابعه موجود، كان انا ما اتذكره بصراحه والله اسمه شنو كان. المهم هذا كان يشرح انه شلون فلق الرقاب، يقول تضربه بالرأي يعني، كان يضحك يعني، كان يضحك ايوه كان يضحك ويشرح، ضحكة تافهة، وانه فلان عم بيعلم ابنه كيف تضرب الرقاب يعني. ذكرت مو؟ تذكرت الحادثة بس اسمه ايوه يقول له هذا ذكرتني على اساس علي بن ابي طالب، يقول له الابن يعلمه شلون يقطع الرقاب، يعني يضرب الهامة يعني يضرب القصة بالنص ويفلق الراس نص الوجه نصين مع الراس يعني، هذا يعني وفرحان يقول هذا الكلام يعني. حتى مرة طلع واحد سعودي يعني يقلد على اساس يعلمهم شلون يقصون الرقبة والكل يضحكون يعني، هاي التربية الإسلامية. هذا طبعا تفسير ابن كثير، هذا مو تفسير الآن يعني، هذا صح التفاسير. ويشهد لهذا المعنى أن الله أرشد المؤمنين إلى هذا في قول الله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم قال النبي إني لم أبعث ليعذب بعذاب الله، إنما بعثت لضرب الرقاب وشد الوثاق. وثاق اسمع يعني هذا مو يعني ما جاي يعذب عذاب الله، بس المهم يقطع الرقبة يعني، هذا شيء بسيط على أساس يعني دجاجة وعم يقص راسه أو خروف مثلا يذبح، هم هو ما عم يحرق يعني، عذاب الله هو عندهم الحريق، هو هي عذاب الله، ولكن لا قطع الرقاب قطع الأطراف مو عذاب الله، عذاب نبي محمد. لا حتى حرق عمل، وانت شفت داعش جابوا احاديث ابن تيمية يعني، او اللي وعلي احرق 80 واحد ذبهم بخندق وحرقهم كلهم يعني. يعني وابن عباس شو يقول انا يعني ما عجبني العقوبه اللي سواها، ما يقول مثلا غلط او شيء يعني، انا يعني عندي اختلاف بي مثل اختلاف الاخوه يعني المؤمنين بيناتهم يعني. يا ابو علي ليش ابو حسن ليش تسويت؟ ليش حرقتهم؟ يعني هيك معاتبه يعاتبه يعني، كانه هذول كانوا شو اسمه يعني حشيش ويحرق بيهم يعني، مو حتى الحيوان حرام تحرقه يعني. واختار ابن جرير انها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام، ف
فلق الراس يعني تفلقه بالنص، يعني شلون الوجه من صفحه وصفحه اللوخ يصير نصين يعني وشه، الراس يصير الجمجمه تتفرق نصين يعني. فيفلق هاما، فيقول ابو بكر من رجال اعزه علينا وهم كانوا اعق واظلم، على اساس يعني هم ظالمين يعني، لانه ما يدفعوا لك الجزيه، قصدي ما يدفعوا لك الزكاه او ما يصلون. امرت ان اقاتل حتى يشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه، اذا ما سويت هالاشياء خلاص انت يعني مقتول مقتول. فيبتدئ محمد باول البيت ويستطعم ابا بكر انشاد اخره، لانه كان لا يحسن انشاد الشعر كما قال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لعل ليش كان عندك حسان بن ثابت اسمع على شنت. وقال الربيع بن انس كان الناس يوم بدر يعرفون قتل الملائكه ممن قتلوهم بضرب فوق الاعناق. عليه من تضحكون بهذا الحكي، على اساس الملائكه كانوا هم اللي يضربون ضربات فوق الرقاب. خوش انتم بعد قعدون انتم وضع الملائكه تحارب عنكم، بعد ليش تروحون تحاربون انتم؟ هو كان يقدرون يطلعوا كل الكره الارضيه خلوا تحت امركم وخلاص، بعد ليش تعبانين؟ كان الناس يعرف قتل الملائكه ممن قتلهم بضرب فوق الاعناق وعلى البنان، ثم سمت النار قد احرق به وقول الله واضربوا منهم كل بنان. قال ابن جرير معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وارجلهم والبنان جمع بنان، كما قال الشعر ألا ليتني قطعت منه بنانه ولاقيته في البيت يقظان حاضرة. وقال علي بن أبي طلحة عن أبي العباس واضربوا منهم كل بنان، يعني بالبنان الأطراف. وكذا قال الضحاك الأطراف بعد معروفة يعني القدم الكف الأطراف أو المرفق، المهم يعني اليد والرجل وانت اختار براحتك يعني. وكان الضحاك وكذا قال الضحاك وابن جرير قال السدي البنان الأطراف، يقول كل مفصل. وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى كل مفصل. وقال الأوزاعي في قول الله واضربوا منهم كل بنان قال اضرب منه الوجه والعين وارمه بشهاب من نار. جان بعد الحلقات الجايه راح تجيك شغله تسمير العيون وش اسمه احاديث، يعني كان فوق ال 25 حديث كل احاديث صحيحه وحسنه. انا ما اقدر يعني ما اقدر صراحه اختصرتهم الى 5 احاديث لانه كله يحكي عن اللي قطعوا ايديهم ورجليهم وعافوهم بالحر وسمروا عيونهم، يعني حديده حاميه يخليه بعين هاي محمد بيده سوا. وارمه بشهاب من نار فاذا اخذته حرم ذلك كله عليك. وقال ما اعرف يعني حرم فاذا اخذته حرم ذلك كله عليك، ما ادري يعني لا ياكل صراحه ما ادري. وقال العوفي عن ابن عباس فذكر قصه بدر الى ان قال فقال أبا الحكم، طبعا أم سينا أبو جهل أنا سميتها أبا الحكم، لا تقتلون قتلا، ممكن أغي أبا حكم ثاني ما أدري بعد، لا تقتلون قتلا كن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن اللات والعزى. الصور يقصد هنا أبا الحكم لأن يحكي عن اللات والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الآية. فقتل أبا الحكم ما أعرف ياو يقصد الصراحة في 69 رجلا وأسر عقبة بن معيط فقتل صبرا فوفى ذلك 70 يعني 70 قتيلا. ما أعرف يا أبا الحكم يقصد، مو مهم، المهم أنه قطع براحتك يعني. بس هاي سورة الأنفال 19 خلصت، والله 19 سنة أنفال آية 12 عفوا الآية 12. هسه راح يجينا الأنفال 39 إذا عندك سؤال أو شيء.
عندك سؤال جان؟ صوتك ما اسمعك. طبعا اخي اسف كثير، انا بس اصدقائنا المتابعين كنت عم بكتب لهم انه القناه القديمه صار فيها مشاكل بالحساب تبع، لذلك عم نسجل على القناه هاي. على كل إن انا بتمنى من اصدقائي يعني يقدروا يوزعوا الرابط هذا عشان الناس تشوفنا، ويعني عندي مشاكل بالقناه القديمه، فهي القناه الجديده لايف على طول راح نبث عليها مباشره، فبتمنى الناس تعرفها يعني شوي شوي لنشوف حتى نلاقي لها حل للقناة القديمة. بصراحة يعني القناة القديمة فيها تقريبا 6000 مشترك، ويعني على الفاضي عم راحت 6000 مشترك، فبتمنى الناس تشوف القناة هاي. على كل حال أنا يعني بقدر أحمل على القناة القديمة، راح أحمل الفيديو هذا كمان على القناة القديمة وأحط رابط القناة هاي تحت الفيديو. بتمنى من أصدقائي اللي يشوفوه على التسجيل يتابعونا على القناة، قناة اللايف. ما بعرف أبو الحكم إذا في عندك آيات أخرى كمان تكمل فيها، أنا راح أفتح سكايب مباشر لأصدقائي، إذا بتقدروا تتصلوا فينا كمان أهلا وسهلا. ممكن يعني 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 الحرب مستمرة عليك يعني. المشكلة هاي هي الحرب مستمرة والصلاعنة ما وقفوا، حتى بصراحة سووا لي مشاكل بالحساب القديم، فيعني ما لي غير أصدقائنا، يعني أصدقائنا هن اللي يساعدونا بهالمشكلة هاي. الصلاعنة ما وقفوا الحرب يعني يا ملحداه، صيح يا ملحداه، كلهم يجون. والحداه والحداه الحقونا. يعني شو بتقول للصلاعنة هذول اللي ريبورتات على شغال على بطال، ولا وفي بيسوي كليم انه كوبي رايت عندك وشو، ما في شيء من هالشيء، فيديو انا مساوي بيعملوا كوبي رايت انه هذا قلنا الفيديو، يعني تصور الفيديو مساوي انا. تعرف جان يعني هاي حيلة الضعيف هم يعني. انا ما شفت مرة دخل مسلم يناقشك يقول لك هذه الآية قلتها معناها هيك، أو الحديث الفلاني يجيب لك حديث مقابل. كنت أتمنى هالشيء يعني، واحد يدخل ويانا يقول أنتم غلطانين برسالة بتداخل، تناقشونا يا أخي، ناقشونا إذا إحنا غلطانين. إحنا جاي نجيب لكم من أمهات الكتب، من تفسير ابن كثير وصحيح البخاري ومسلم. أنتم ليش يعني هالجد خايفين؟ من شنو خايفين تروحون تبلغون علينا؟ يعني أنتم تثبتون نفسكم أقوياء؟ إيش تسوون؟ هيك تريدون تنشرون دين بهالطريقه؟ دائما اللي يشتكون عليه دائما هو الصوت العالي، احنا الصوت العالي النا يعني. انتم دائما ما تقدرون تدافعون عن نفسكم، عباركم اذا اشتكيتوا علينا بهالطريقه راح توقفونا. احنا نلقي 100 طريقه وطريقه. يعني مثل واحد عشان وحده تيجي يقول لك انه فلانه عم تخونك، تقوم تضربه للشخص هذا وتقتله لانه قال لك انه فلان عم تخونك. يعني يا شباب المسلمين شوي هيك فكروا شوي يعني. الله خبرت وسويت ريبورت وسكرت القناه وفتحنا قناه ثانيه، وقبل يعني راح نسكت؟ ما راح نسكت اكيد يعني، فما بدالكم. ونحن ما لنا غير اصدقائنا الملحدين يعني يساعدونا بنشر القناه، وراح نرجع نوقف على اجرينا ونساوي قناة أخرى والثانية والثالثة ورابعة، لكن البرنامج أنا متأكد ما راح يوقف حتى لو قل عدد المشاهدات حاليا، ما في أي مشكلة، بس أكيد راح نوقف على جرينا مثل ما بقولوا، وطز فيهم في ربهم في نبيهم في كل هالشلة التافهة هاي اللي ما بقدروا بيدافعوا غير بالسيف والقتل والريبورتات. يعني لو كنا قدامهم كان أبدا المسدس جاهز، لو بالفيس هيا الى يا كفار. هذول هن. على كل اصدقائي طبعا هذا الفيديو راح احمله على القناه القديمه، بقدر احمل على القناه القديمه، بس المشكله صار في اللايف هون على هالقناه هاي. راح احمل الفيديو هذا على القناه القديمه، وراح احط الاسم الرابط تبع القناه الجديده تبع اللايف. وانا بتمنى من اصدقائي اللي بيشوفوا التسجيل يسود اشتراك بالقناة الجديدة حتى يتابعونا لايف.
طيب تفضل يا ابو الحكم. بس بدي اقول لك نقطة جان، انت تعرف هذا الشيء صح يضوجنا ويزعجنا، بس من ناحية اخرى يسعدني يعني، تدري ليش؟ لانه الشخص اللي ما مأثر على احد ما حدا يتقرب منه، لما شافوا احنا تأثيرنا قوي دائما صار يركض وراني، هاي معناته احنا حارقين مزبوط يعني، يعني حارقين دم، مشان هيك يجمعوا اصحابه يتفقوا كيف يعملوا. سالح حكى لي مره قال لي كيف يتجمعوا كلهم ويعملوا يتفقوا يعملوا ريبورتات على شخص كلهم مع بعض، يعني مفكرين بهالطريقه راح يقدرون يوقفونه. وبعدين هي لو احنا ما مأذيهم ما كان يسوون هالطريقه، ولو احنا يعني مهمشين كنا او مو مهمين لهم كان ما يشتكون علينا، بس يعرفون احنا تأثيرنا قوي على مود هذا يحاربونا. على كل حال قلت اكيد، ومثل ما قال اخونا احمد حرقان يعني كل ما هجمتوا علينا بنقوى اكثر، يعني يلا يعني هجمتوا على هذيك القناه فسوينا قناه جديده وهي راح تكون اقوى من هذيك، انا متاكد يعني خلال اسبوع اسبوعين بتلاقي رجعنا مثل الاول واحسن يعني. فعملوا ما بدالكم، الحسابات ببلاش وكل شيء ببلاش يعني. تفضل اخي حكمات، خلينا نكمل في الايات الارهابيه. تفضل. اوكي، ندخل على الايه الارهابيه الثانيه من سوره الانفال، ايضا الايه 39. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. حتى ما يقول الله يرحمهم، يعني جاي يراقبهم يعني. وقول الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال البخاري حدثنا الحسن بن عبد العزيز عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تصنع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر هذه الآية. قال فإن الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد محمد إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه، أما أن يقتلوه وأما أن يوثقوه، ومتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه لا يوفقه فيما يريد قال فما قولكم في علي وعثمان؟ قال ابن عمر أما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفى وصات يعني كيف يعفي عفى عنه وكرهت من يعفو الله عنه، وأما علي فابن عم محمد وختنه وأشار بيدي وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. وحدثنا أحمد بن يوسف عن سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر ما فقال كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة، وليس بقتالكم على الملك. هذا كله سياق البخاري. وقال عبيد الله بن نافع عن ابن عمر انه اتاه رجلين في فتنة ابن الزبير فقالا ان الناس قد صنعوا ما ترى وانت ابن عمر بن الخطاب وانت صاحب محمد فما يمنعك ان تخرج؟ قال يمنعني ان الله حرم علي دم اخي المسلم. ليش تكذبون انتم؟ بعد المعارك اللي صارت بين علي ومعاويه شنو كان؟ معارك ما خلصت، حسن وحسين وعلي وعثمان والخوارج والروافض وكلكم اكلتوا بعض يعني. صرتوا اوادم براسي هسه؟ قال اولم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. المهم هذا الشيء عادة مرة أخرى ما أريد أدوخكم به. عن
أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا؟ فقال سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال رجل ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ عروة بن الزبير وغيره من علمائنا حتى لا تكون فتنة، يعني همنا يعني حتى لو الشيخ ده همنا تقدر تقتله حتى لا تصير فتنة أنت تقدر تقاتله يعني. وقاتلوا حتى لا تكون ويكون دين الله. المهم يكون قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال يخلص التوحيد لله، وقال الحسن وقتادة وابن جريح دريج ويكون الدين كله لله، أن يقال لا إله إلا الله وقال محمد بن إسحاق ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد، وقال عبد الرحمن ويكون الدين كله لله. هذا كله إعادة وكلام فارغ وهم قتلوا كلهم يعني. وهنا يأكد أنه حتى لو شاهد الشهادتين تقدر تقاتله لأنه حتى لا تكون فتنة، يعني ما تصير فتنة بين المسلمين. طيب أبو الحكم معنا اتصال من الأخ جانو، خلينا حبيبنا جانو. تحيات حبيبي جان إليك ولأخونا أبو الحكم. طبعا المسلمين دائما يتفجحون بأنه ما في آيات إرهابية وما في ما بعرف شو. طيب أوكي شيلوا الآيات والسور الإرهابية في القرآن، راح نقولكم أنه أنتم دين التسامح ودين السلام بكل بساطة. هذا هو مداخلتي. يعني هم دائما يقولوا أنه الإسلام جاي من السلام. طيب شيلوا الآيات الجهاد، شيلوا آيات القتل والذبح، وراح تكون صافي ونقي، تكون السلام عندكم. هو دين الاستسلام يعني الإسلام. إذا ما بتشيلون يعني أنتم إرهابيين. صحيح، هذا هو مداخلتي وتحياتي لكم. هم إرهابيين أخي جان، هم إرهابيين بكل معنى الكلمة. يعني الإسلام يعني الإسلام الاستسلام وليس السلام. الإسلام بالشيء يعني الاستسلام للشيء، هي القصة، ليس فيها سلام ولا لها علاقة بكلمة السلام بمعنى السلام. أنا بعرف هالشيء حبيب، بس المسلمين الساذجين يعني أكيد هذول أكيد هالمنطق. فأنا عم بحاول إنه أوصل أحكي معاهم بنفس المنطق اللي هم بيحكوا فيه. على كل أنا تحياتي لكم. شكرا لك كثير جانو، شكرا حبيبي جانو. طبعا اصدقائي انا بتمنى مشاركاتكم، يعني نحن صحيح هلا شايفين مشاهدات قليله، يعني نحن عندنا سبع مشاهدات فقط يعني للاسف الشديد. قناه جديده ونتمنى نكتر اكثر، وبتمنى من اصدقائي اللي عم يشاهدونا يوزعوا روابط القناه حتى بس يساعدونا نرجع المشاهدات مثل الأولين. بشكركم أصدقائي. طيب أبو الحكم إذا تفضل كمل. الكلمة إسلام ينطي معنى، ليس فقط الإسلام ينطي معنى آخر جان. السلام يعني قصدي الإسلام يعني التسليم، يعني الموافقة أو الإذعان للشيء اللي جاي، الرسالة اللي جاية أنت سلم لها يعني توافق عليها أو تطبقها، هو هذا الإسلام. مو معناته السلام نهائيا، ما ينطي كلمة سلام يختلف عن كلمة إسلام كليا. يعني كلمة السلام غير الإسلام كليا، لو تجيبها بالمعجم ما تلقي غير شكل. الإسلام يعني الإذعان، يعني الموافقة على الشيء اللي يجي من الإله على أساس، هو هذا الإسلام. بالضبط بالضبط، الإسلام بالشيء، الاستسلام لشيء معين. الإسلام بها أنه هل الإسلام أنه بهل أنه هل الدفتر هذا أحمر، الإسلام أنه القهوة سوداء، الإسلام بالشيء، الإذعان بالاعتراف والإذعان. بالضبط بالضبط. الكاجانو قال كلام حلو، قال انه عفوا الايات احنا نقول لكم دينكم زين، بس هو اذا عفوا الايات شالوا حد الردة وشال ايات القتل بعد، هي والاسلام اصلا يذوب من كيف يعني، ما راح بعد
ما حد يباع عليه يعني، لأنه ذاقوا مرارته يعني، فعلموا دائما ما يقدرون يشيلون هاي آيات القتل والحرب الردة والشغلات، ما يقدرون يشيلوها. إذا شالوها يعني أنت بعد ما تسمع مسلم يبقى، الكل يطلعون من الدين أفواجا، مثل ما دخلوا له أفواجا تحت السيف راح يطلعون أفواجا بس من غير السيف. المهم هذا الكلام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين وقال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني هنا يعني هم يقول لك إنه حتى لو يعني هو مسلم بس ممكن تكون فتنة تقدر تقتله. أكو آية أخرى تقول وإن طائفتان من المدينة اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني واضحة هاي تقتلون اللي مو ماشي على يعني، وصراحة ما ماشي على أفكاركم، بس هم يقولون لا على الدين ما ماشي. فما عرفنا معاوية كان ماشي على الدين، لو علي يقولون يا يدخل الجنة يا يدخل النار، اثنين هم من المبشرين بالجنة مفتهمت، يا يدخل الجنة يا يدخل النار، الله راح يدخلهم شوية هنا وشوية هنا حتى كلامنا ينكسر. وصلنا إلى سورة الأنفال الآية 60، هاي حلوة شوفها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا شعار الإخوان المسلمين، السيف والسيفين المتقاتلين وتحت الكتاب، يعني هذا الكتاب بقوة السيف، هذا يعطيك معنى ماكو غير معنى. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، دائما إرهاب إرهاب، يحكون عن الإرهاب مثل ما طلعت قبل حلقة اللي فاتت يمكن عرضنا لما قال نحن إرهابيون، تتذكر قال نحن إرهابيون ونعترف أننا إرهابيون وآخرين. نعرض مرة ثانية للأصدقاء اللي ما شافوا الفيديو، اكيد انا متاكد كل الاصدقاء شافوا الفيديو، بس خلينا نعرضه، خليني بس اكمل الايه وعرضها حتى يشوفون المطابق الايه والفيديو. تفضل تفضل حبيبي تفضل. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم اخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. هنا واضحه يعني الايه تقول يحكي عن الإرهاب ترهبون العدو. تفضل خلينا الفيديو، يلا خلينا نشوفه سوا. طبعا هي السيد عزام الشيخ عزام المعروف كان مجاهد في أفغانستان، يعني بكل صراحة يقولها ولا يستحي. نحن إرهابيون والإرهاب فريضة ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالإرهاب فريضة في دين الله. الإرهاب فريضة في دين الله، يعني فلتفهموا يا مسلمين يا أحبائنا يا أخوتنا يا أهلنا، انه لما الغرب ولا الشرق ولا نحن ولا اي كان لما بتهمكم بالارهاب، هذا مو عن عبس، موجود في دينكم وهي اعترافات شيوخكم انه الارهاب فريضه في دين الله. فتصور اله يرهبك مشان تعبده، وهو على اساس مو بحاجه عبادتك. يا السلام. تفضل اخي ابو الحكم، ممكن تخليها مره اخرى؟ أكيد أخي، دايا بس أرجع إذا طول بعدين مو مشكلة. لا 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 جاهزة. نحن إرهابيون والإرهاب فريضة. أرجع حتى أسوي لها شير دايا وتكون، خلينا نعيدها. تفضل. نحن إرهابيون والإرهاب فريضة ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالإرهاب فريضة.
فريضة في دين الله. أي مرة أخرى يا عادل. الإرهابيون والإرهاب فريضة في الكتاب. ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب فريضة في دين الله. الإرهاب فريضة في دين الله. هذا الإله بحاجة للإرهاب حتى يقنع، أو حتى إذا ما اقتنع نافق يصير مسلم منافق، ما في مشكلة بقلبك أنت كافر وظاهرة أنت مسلم ما عنده مشكلة هالإله. المهم يشوف الناس عم تصلي له، إن كان بنفاق إن كان بإيمان ما عنده مشكلة، المهم الناس تطوبز له. هذا هو إله الإسلام. يعني اعطوني عقولكم يا مسلمين، فكروا شوي، يعني خلونا نفكر سوا. تفضل اخي ابو الحكم، تفضل. يعني هسه انت تقول لي يعني اكو واحد يقدر يعترض على هذا عزام اللي قاله؟ ما حد يقدر يعترض. يقول جاب الايه، اسق احنا قرينا الايه، هو قال الايه، قال الله الارهاب فريضه بديننا، نحن ارهابيون. يعني بعد شو تريدون؟ يعني إذا تريدون تلوموا ما تقدرون تلوموا، لأنه الآية واضحة تقول تربون بي عدو الله وعدوكم. خلص يعني ما أي واحد ما يقدر ينطق ويا شيء، رأسا يضرب الآية في وجهه. المهم نجي على التفسير. فقال وأعدوا لهم ما استطعتم، أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل. قال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف عن عقبة بن عامر يقول سمعت محمد يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلا أن القوة الرمي، إلا أن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يعني ترمون أعداءكم. رواه مسلم عن هارون عن عبد الله بن وهب. ولهذا الحديث طرق أخرى عن عقبة بن عامر عن الإمام أحمد وأهل السنن عنه قال محمد ارموا واركبوا وإن ترموا خير من أن تركبوا. وقال الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن محمدا قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها، يعني توقف الخيل في سبيل الله، يعني فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة، يعني تخلي تأكل وتشرب حتى لما تروح تقاتل تكون قوية، يعني كانت له حسنات. بعض شلون يضحكون على العقول؟ يعني اي واحد وكل شو اسمه وخلاه براحته وكله وشرب الحصان الى اجر، يعني شوف لما يريد يجيش لك كل شيء حتى الحجر يعطيك، تاكل الحجر يعطيك اجر به، يقول لك وكله وهاي كل حسنات لك، وكل الخيل. بس اذا عمل خير تسويه غير شيء ما بي قتال ما يقول لك بي حسنات طبعا، لانه الحصان تستعمله تروح تقتل به وتجيب سبي تجي لك حسنات، والفلوس يروح بجيب الرسول. الحسنات لك والفلوس لك. انا بس بدي افهم، الله مثلا بقولوا لك الخمس لله ورسوله، يعني فهمنا رسوله مثلا بياخذ النص الخمس، النص الخمس الثاني الله شلون بده ياخذهم؟ يعني هل الله بحاجة لغنائم مثلا؟ غنائم هلا مثل ما بنعرف بغزوة بني قريظة انه محمد كان من نصيبه يعفور، فهل الله بحاجة لحمار مثلا يغنمه، ولا بحاجة لشوية خيام، ولا بحاجة لشوية ذهب، ولا بحاجة لشوية فضة واساور مثلا يغتنم؟ هل الله بحاجة لهالغنائم؟ يعني ممكن تفسرنا اياها ابو الحكم، فهمني اياها بس دخيلك. صراحة انت ظالمون، يعني انت ظالمون. هم الخمس يجيبوها لله ورسوله، فعلا
هم يرموها لفوق، إن أخذها الله أخذها، ما أخذها تكون لإلهم. يعني هم اللي عليهم يعملوها، يرموها لفوق، إذا استلمها استلم، ما استلمهم ما ياخذوها. يعني خداها الله خداها، ما خداها ما راح ما خداها. يعني بترجع لرسوله. كيف كيف كنت الظالمون أنت؟ هم يرموها لفوق واللي عليهم يعملوه يعني بعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسيطة بسيطة، تفضل أبو الحكم تفضل. يقول لك تعطي للحصان أكل وشرب، هاي حسنات لك. فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا كل أجر هذا. ولم ينس حق الله في رقابها ولا ضرها، فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء، فهي على ذلك وزر. وسئل محمد عن الحمر فقال: ما أنزل الله عليها، ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاضة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المسلمين يقول لك باوع، الله مكتشف الذرة، القرآن ذكر الذرة. هن مضحكين للأسف، بدهم يتعلقوا بأي شيء، يعني بأي شيء، بس المهم يقول والله صار إعجاز علمي عنها، إعجاز بطيخي. تفضل. رواه البخاري وهذا لفظي ومسلم كلامه من حديث مالك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود عن النبي قال: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان. يعني ما أعرف الخيالات والكلام الفارغ، يعني ما أعرف شنو منين يجيبونه، قسمون الفرس للرحمن وللشيطان وللإنسان. يعني أنتوا شايفين مخابيل نصدق هذا الحكي؟ فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، يعني في سبيل الله يعني تروح تقاتل به، فعلفه وورثه وبوله وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليها، كانك مقامرة قبل. وأما فرس الإنسان فالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنها، فهي له ستر من الفقر. يمكن قصده يعني يأكلها، ماذا يعني شنو يلتمس بطنها من الفقر، وقد يمكن قصده يشتغل عليها ما أدري بعد. وقد ذهب أكثر العلماء أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج عن أن معايا بن خليج مر على أبي ذر ووقام عند فرس له، فسأله: ما تعاني من فرسك هذا؟ قال: والذي نفسي بيده ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم أنت. اسمع الحصان يدعو، اسمع ما عرف شو سمعه، فيقول: اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده، يعني على الرجال، فاجعلني أحب إليه من أهلي وماله وولده. الحصان يدعو، يعني الحصان يدعو يقول: اللهم يعني خليني يحبني أكثر من أهله وماله وابنه يحبني. هاي سمعوا دعاء الحصان هذا، يعني الحصان اللي يطير، إذا الحمار يتكلم فما في غريب إنه الحصان يدعي. يعني اي طبعا، يعني مستجابه على فكره، يحس بإهانة بعدين اذا ما يدعي، يحس بإهانة، يقول لي حمار احسن مني يعني اذا ما يتكلم. قال محمد: انه ليس من فرس. قال: وحدثنا يحيى بن سعيد عن ابي ذر قال: عربي الا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول: اللهم انت خولتني من خولتني من بني ادم نفسها الاحصان، فاجعلني من أحب إلى أهلي ومالي إليه، أو أحب أهله وماله إليه. رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس، هذا مفلس، عن الحسن بن أبي الحسن.
عندهم اسامي غريبه، واحد فلاس وواحد ملاس وواحد طلاس، انا بعرف شو هالاسامي. المهم انه قال لابي الحنظليه يعني سهلا، هم حنظليه يعني هم اسم غريب. حدثنا في نواصيها الخير الى يوم القيامه واهلها معانون عليها، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقه عليها كالماء كالمادي يد كالماده يده بالصدقه لا يقبضها. والاحاديث الوارده في فضل ارتباط الخيل كثيره. يعني انتم ليش ما تجيبون على الحمره الدعاوي؟ ليش ما تجيبون على البقر؟ ليش ما تجيبون على الخروف؟ طبعا لانه انتم تستعملون الفرس للقتال، يعني ماكو غير شيء. يعني شنو يعني بعد سبب اخر كنت تجيبوه على الجمل؟ الجمل اللي متحمل الحار مساعدكم، بس انتوا الخيل طبعا تتعبدوه عباده، لانه رزقكم به جعل رزقي تحت ظل رمحي وخيلي، هاي من عندي. وفي صحيح البخاري عن عروة ابن أبي الجعد البارقي إن محمد قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. شايف إيش قد يمدحون بالخيل؟ وقول الله: ترهبون أي تخوفون به عدو الله وعدوكم، أي من الكفار وآخرين من دونهم. قال مجاهد: يعني بني قريظة. وقال السدي عن قال ابن يمان: هم الشياطين التي في الدور. وقد ورد حديث بمثل ذلك، قال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن غريب عن أبي عن جدي أن محمدا كان يقول في قول الله: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، قال: هم الجن رأسا قمزة وعجن. ورواه الطبراني عن عبد الله غريب بن غريب به، وزاد قال محمد: لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل. يعني لا يخبل بيت، يعني ما يتخبل اذا به خيل. شايف انت شلون يعني يضحك على الناس؟ شايف من يجي يجيب لهم احاديث يضحك به عليهم؟ يعني البيت اللي به خيل ما راح يتجننون يعني. يعني صراحه ضاحك عليهم، مضبوط كان يعني. وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المنافقون، وهذا أشبه الأقوال، ويشهد له قول الله: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقول الله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم. كله 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 يجايكم، يعني كل حسنات هو ياخذ. حكمت في الاخ تحسين، يعني ما بعرف اخي تحسين عم بيقول. الاخ تحسين طبعا راح يكون في مناظره على البرنامج هذا، راح يكون يوم الاحد بمناظره مع ليث الكوثري. بس يعني شو عم بيقول؟ الموضوع اللي يتحدث عنه الاخ ايات ارهابيه مضحك جدا، وسأنسفه بحلقة كاملة إن شاء الله بعد إجراء المناظرة الأولى. يعني شو بدك تنسف؟ بدك تقول هدول ما الآيات هدول ما من القرآن يعني؟ ولا المفسرين هدول يهود؟ ولا المفسرين هدول بيكونوا مسيحيين؟ أخ تحسين يعني أنا بصراحة ما بعرف شو أقول لك. تفضل تفضل حكي. أنا راح أقول لك شو يقول. أنا حافظهم المسلمين. اولا ممكن يقول لك انه هاي كانت وقت الرسول هاي اسمها حروب، وكانت دفاعيه ما كانت هجوميه. انا دارخهم دول شو يقولون، وهالشيء احنا بعد ما نستعمله باعتبار الاسلام انتشر وما اعرف شنو. هذا كلام فاضي هذا، لانه محمد ما خلص جماعته كملوا واخذوا الحرق الاخضر واليابس واخذوا وصلوا لافريقيا واوروبا. واذا يقول انه دفاعيه مردود عليه هذا الكلام. خلي يشوفنا شجاعته ويظهر لنا شلون راح ينسفها. احنا من ننسف كلامه نسف. المشكله يعني المشكله اذا قال كانت مثلا بوقتها لمحمد الى اسباب نزول وشيء. طيب الى اسباب نزول بوقتها ولهداك الزمن
معناته هذا يدحض قولكم ان القران صالح لكل زمان ومكان، يعني على الحالتين مردود عليكم، يعني ما بعرف اخ تحسين كيف بدك تنسف واصحابك وان كانوا شيعة ان كانوا سنة ان كانوا كل هالناس هي عم تطبق هاي حذافيره، يعني داعش لا تقتل انسان الا تقرا عليه الايات، هاي داعش لا تحرق انسان الا تقرا عليه الاحاديث، داعش لا تفعل شيء الا من صلب القران والسنه، يعني يا ريت تنسف، يا ريت تنسف وتوقف هالحروب هي اللي صايره، يا ريت تنسف كل هالشيء هذا وتوقف الحروب، تقول لهم لا تحاربوا نحن دين اسلامي دين سمح دين، وتفهم الناس بالعمل مو تفهم الناس بس بالحكي والله ويعلى الصوت انه ديننا دين سلام، لا دين سلام برهنه عمليا انه دين سلام، وهذاك الوقت نحترمك ونحترم دينك لانه اوقفت الحروب واثبت انه دينك دين سلام بالعمل بالبرهان العملي. يعني تفضل اخي حكمات. زين خلي يقول لنا انه شو وقت خلصت الخلافه الاسلاميه يا سنه؟ خلصت الخلافة الإسلامية سنة 1914، يعني ما صار له تقريبا 102 يعني الخلافة الإسلامية خلصانة، آخرها كانت في تركيا. زين هذول ايش كانوا يسوون الأتراك؟ مو كانوا يروحون يجتاحون الدول؟ أبو بكر ايش سوى؟ عمر ايش سوى؟ عثمان ايش سوى؟ علي ايش سوى؟ معاوية ايش سوى؟ يزيد ايش سوى؟ عبد الملك بن مروان ايش سوى؟ كانوا يتوسعون كل توسع. لا يقول لي كان قديم، هذا موجود وينادون به الشيوخ يقول الى يوم القيامه الاسلام صالح لكل زمان ومكان ومطلوب منكم الجهاد وجهاد الطلب مطلوب، واي واحد يقول ما غزا مات ميته جاهليه اللي ما شارك بغزو ما طبيعي، يعني لا يقول لنا هالكلام، خليه نشوف ايش راح يقول واحنا نعرف ايش نجاوبه، وهذا الكلام اللي انا قلته راح يقوله وما عنده غير كلام اخر نهائيا ما عنده، لانه الدلائل كلها ضده. يعني على كل حال ضبط هو يسمى لف ودوران، يعني مثل الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين تبع جماعه مصر شفناهم على التلفزيونات يلف ويدور حول الفكره، يلف ويدور. يعني المسلم هلا الاخ تحسين انا ما اظن يكون عنده غير لف ودوران، هاي اسباب النزول هيك، لا هاي ما بعرف شو هاي، لا يعني يجي عينك انت عينك يروح على الدايركت على الموضوع مستحيل. يعني مثلا هلا الشيخ عزام عم بيقول قال علنا انه الارهاب فريضه في ديننا، طيب يعني ليش تتهرب منه؟ ليش تلف وتدور؟ الزلمه عم بيقول لك الارهاب فريضه في ديننا ونحن ارهابيون ونحن مرعبون، فليعلم الشرق والغرب اننا ارهابيون. يعني كن شجاع مثل الشيخ هذا وقول هذا نحن، يعني شو العيب فيه؟ خلص انت مؤمن بهالقران هذا، قرانك ارهابي، قول انا ارهابي وخلص، يعني ليش اللف والدوران واللعب على الموضوع واللف حول الموضوع؟ تفضل اخي حكمة تفضل. وانت تتذكر الحويني ايش قال مره لاحد الفيديوهات؟ زين تتذكر لما قال تجيب كم راس وليش ما نرجع للجهاد ونبيعهم ونشتري بيهم فلوسنا راح تزيد، يعني هو غيره وغيره يعني كلهم قالوا. بس راح اذكرك بمناظره صارت معه شفتها الاولى بين سالم عبد الجليل واحمد حرقان، احمد يجيب له ايات القتل، هذاك يجيب له ايات المسامحه، يعني شوف هاي اللف والدوران يسووه على اساس ولا تقاتلوا الذين لا يقاتلونكم معه شنو؟ هذا طبعا هذا كان بعده بوقت الضعف، لما صار قوي يقول اقسي عليهم قاتلوا المشركين كافه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وين ما تلقيهم اقتلهم، يعني لا يقول لنا الحكي هذا، اخاف محضر يجي ايات خليه يضحك بيه على نفسه، احنا محضرين له ايات اقوى بهوايه. يعني المشكلة يعني المسلم يعني يقرأ آية النسخ وما ننسخ من آية أو ننسيها نجيب خير منها أو مثلها، يعني إذا بدك تجيب مثلها ليش تنسخها أساسا؟ يعني شوف الإله المضحك، ليش تنسيه؟
بالضبط. ليش نسي يعني، ليش نسي الآية يعني؟ أنت الله كاتبها باللوح المحفوظ وبعت له إياها، بعدين تنسيها. شو عم تلعب قمار معه أنت؟ عم تلعب جوج حاني؟ شو عم تلعب أنت معه؟ تفضل أخي حكمة، تفضل. أحد المرات واحد إجا على نبي محمد قال له يا رسول الله بارحة قلت لنا آية إحنا ما نتذكر منها غير بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم أوقفوا. راح رجع لهم ورا ساعة، ما أعرف كم ساعة، قال لهم نسخت. إذا هو ما يتذكر، حكيناه إنه مريض بالمرض صرع الفص الصدغي، عنده هاي المرض ينسى أي شيء يقوله ينساه. يعني حتى لما قالوا انسحر نفس القضية يعني. ومحمد كان ينسى كثير. خلينا نشوف تحسين شو جاوبنا، خلينا نسمع تحسين شو جاوبنا. يا تحسين أفندي، بصراحة أنا أحبك تحسين، عم بيقول الإسلام كان دولة ولها الحق في الدفاع عن نفسها، هذا أكيد طبعاً. وصلت لأسبانيا عم بتدافع عن نفسها بمكة. الإسلام كان دولة ولها الحق في الدفاع عن نفسها، المهم سأثبت لكم في الوقت المخصص تسامح الإسلام ودعوته للسلام، لكن لا تنسى الإسلام دولة ولها جيش دفاعي. نعم، كان بالمدينة جيش الدفاعي، قام وصل للأندلس، سموه أندلس إسبانيا، راح بيدافع عن نفسه بالأندلس. يا سلام. نعم، نحن إرهابيون لمن يحارب الإسلام من الأمريكان والصهاينة، أقصد الحكومات للشعوب. ليش الحكومات، مثلا حكومة إسبانيا اجت حاربتكم بمكة حتى رحتوا تدافعوا عن نفسكم بالأندلس، ما بتسموها يعني؟ لك أعطيني عقلك، بس أعطيني عقلك شغله شوي. العثمانيين راحوا لنص أوروبا، ووصلوا لهنيك، دخلوا العثمانيين أصلا من أواسط آسيا، شو جابهم لما لتركيا الحالية يعني؟ يا أصلا تركيا مو إسلامية كانت، وقت محمد ما كانت إسلامية، ما كانت إسلامية، مصر ما كانت إسلامية، شمال أفريقيا كلما، سوريا، العراق اللي أنت منه، أجوا غزو وغزو. أي حروب دفاعية عم تحكي؟ اضحاك على طفل، اضحاك على مجموعة ناس ما بيشغلوا عقولهم يعني. يا أخي تحسين، على كلنا منتظرينك يا أخي تحسين في المناظرة الكبرى مع الأخ ليث الكوسري. تفضل أكمل أخي، تفضل. انت تعرف ايش راح يقول لك؟ يقول لك فان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يجيب لك هاي الايه، ما ينسى يقول الايه الاخ، يقول لك ولا بلشون ولا يعني لا توقفوا القتال وانتم الاعلون. ذكرني والله بالايه، يعني ما تسوون صلح، لا تهين ولا ما بعرف شو وانتم الاعلون، يعني هاي اي يعني اذا انتم كنتم مسيطرين لا تسووا شو اسمه وقف الطخ يعني. وبعدين هو يقول لي تعرف من كان الاسلام وين كان؟ بس بمكه. حتى المدينه اللي يقولون عليها ما كانت اسلاميه، هم هناك راح أسس الجيش ماله هناك. يعني هو أول ما أجى زحف على مكة مثل ما يقول على أساس يرجع مكة، وراها من مكة انتشر المدينة واليمن والأردن وعراق، وزحف لك على أفريقيا، وزحف لك على أوروبا وعلى تركيا، ما خلى مكان ما راح عليه. بس ما راح على السود، تدري ليش؟ لأن السود ما حلوين، ليش يروح عليهم؟ ليش يجمع عليهم؟ ما بيهم نسوان. اسمعني ابو الحكم، اسمع الاخ تحسين ايش عم بيقول. الفتح المسلمين لاسبانيا كان نعمه وخير ونشر العلوم في وقت كانت اوروبا غارقه في الظلام. يا سلام. يعني نشر العبوديه ونشر قطع الايدين وقطع الارجل وكل هالخزعبلات هاي كان خير وسلام. شو العلوم اللي نشرتوها استاذ؟ بس فهمني شو العلوم اللي نشرتوها؟ اي علوم عم تحكي؟ عن اي علوم؟ علوم اللي طالعوها يعني
اللي دخلوا الاسلام بالسيف مثل ابن سينا وغيره وغيره، اللي هن اصلا انتم بتعتبروهم ملحدين وكفار وكلهم مكفرين، اي علوم كم واحد طلعوا؟ ما اصلا ما طلعوا يعني مثلا دوله بقوه الدوله الاسلاميه اللي ظهرت بهالقوه والاموال اللي كسبتها، يعني لو موظف ربعها للعلم او عشره للعلم او اقل من 1% للعلم، صدقني لكان هلا التكنولوجيا في البلاد العربيه تفوق، مستحيل دوله تلحقها. يعني لنشوف ايش كتب لنا مره اخرى. فتح الاسلام للعراق ومصر واسيا والمغرب كان رحمه وخير، ورحمت بهم الشعوب. يا سلام، رحمه وخير ورحمت بهم الشعوب. يا سلام يا سلام. هذا صيدة، هذا صيدة، خليه صيدة، هذا حلو، خليه يجي صيدة حلوة. هذا أنا عوالي يفتر طلع هذا من هذا المردد للكلام. أنا مو قلت لك هسه يقول لك إحنا دفاع كان مو قلت لك لو يقول لك هيجي، لو يقول لك إحنا دين سلام ومحبة وما ندعو للقتال بس دفاعا عن النفس. على كل حال إذا كلامه مضبوط راحوا نشروا العلوم دي، ليش تأخروا لعد أمه؟ اشو الدول العربيه تحت الارض صايرين، وامريكا واوروبا هم اللي فوق، يعني شنو اريد افهم؟ ليش ما صاروا اذا هم علموهم العلوم، ليش ما صاروا اخر الدول لعد؟ علي من تضحك انت؟ انت كنت تاكل، المسلمين كانوا ياكلون الجراد وياكلون لحم الحمير، كانوا ياكلون الحمار الوحشيه، كان ما عندهم نعال، ما كان عندهم يلبسون بالقتال، راحوا كان ينقلون الذهب على البعير، يجيبون 40-50-100 بعير بس شايل ذهب، تدري يجيبون من مصر، يجيبون من شسمه، إيه هواي نشروا العلم. انت رحتوا قضيت عليهم ويدفعوا الجزية وهم صاغرون، نسيت هذا الشيء تحسين؟ انت علي من تضحك انت؟ تعال تعال احنا نريدك، هيك اصناف نريدها للمناظرات. انا باقي لي كم شسمه الآية هاي تخلص، إذا تحب إذا أكو أسئلة أو شيء، وإذا تحب ننهي كيفك بعد أنت تدري. باقي شوي وخلص. تفضل حكمة تكمل وممكن نحكي شوي وبعدين ننهي. تفضل. إيه بس بقى شوية. وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد هم المنافقون، أشبه الأقوال، ويشهد له قول الله ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون ونحن نعلمه، قول الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. طبعا كله يجيكم حسنات بس الفلوس يروح للرسول، الخمس ماله والبقية توزع بين عصابته ذولا الصعاليك. أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال، ولهذا جاء بالحديث الذي رواه أبو داود إن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف. شلون يضحك عليهم؟ كما تقدم في قول الله مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني صدق صدق ضحكين عليهم. وهي التبرعات من شنو يجمعوا؟ طبعا من هالأشياء يجمعوا، تدري؟ هاي التبرعات يقول لك الحسنة بعشرة أمثالها، ادفع شو اسمه جنيه ربنا يدي لك 1000 جنيه. هاي بالفيلم مال عادل إمام، فيلم المتسول، كان يقول تدي 100 ربنا يديك 1000، تدي 1000 يديك 10,000، وهكذا. هذا الضحك على الشعوب، يعني هذا الكلام تضحكون به على السذج. احنا بس جبنا 3 آيات وبعد اكو آيات هسه راح تجي مثل ما يقول تشيب لها الولدان، يعني عن الإجرام والقسوة اللي انتشرت بها الدين الإسلامي. هذا تحسين ما عنده شيء بعد يضحكنا؟ ما عنده شيء كلام آخر؟ يظهر بعتنا رسالة ثانية الأخ تحسين. هذا مو أسلوب علمي، الأخ يضحك ويسخر. لك يا أخي تحسين، طيب يعني ما بدك إيانا نضحك ونسخر؟ للأسف يعني خليك منطقي شوي. يعني كيف دخلت يعني
الفتح الاسلام للعراق ومصر واسيا والمغرب وكل كان رحمه. كيف رحمه يعني؟ كيف تعرف انت بدفعه واحده 35 الف سبيه اخذوها من شمال افريقيا من تونس بالتحديد تقريبا من المناطق هاي اخذوها لامير المؤمنين؟ شو الخير اللي اجى على هالشعوب هاي؟ الخير اجى على اهل مكه يا اخي، الخير اجى على اهل مكه، راحوا باعوا شردوا الناس قتلوا الناس شردوهم ونسوانهم سبوهم اخذوهم سبايا نكحوهم. هارون الرشيد يعني كان عنده 800 اقوال طول 4000 جاريه، يعني باعوا الناس بالاسواق. شو الخير اللي جاهم للشعوب هاي يعني؟ على مين تضحك يعني؟ يا انت عم تبرر لنفسك، يا معتبرنا اغبياء ما بنفهم، يا انت داخل بالجو مثل ما بقولوا يعني. وصدقني انت عم تقدس شيء موروث، هذا ولا اكثر ولا اقل، انت عم تقدس شيء موروث، هذا اللي وردته عند اهلك عم تقدسه بعمى يعني، بدون ما تفحصه اصلا عقلانيا. تعرف شنو راس المشكله جان؟ راس المشكله انه المسلمين حتى الشيوخ منهم يعرفون قشور الدين، ما يعرفون كل الدين. لو يعرفون كل الدين كان يحجون مثل الحويني، يحجون مثل هذا عجزان، يحجون مثل القرضاوي. لو يعرفون الاساس يحجون مثل وجدي غنيم. يعني يحكي لك الخلاصه، هذا يحكي لك الخلاصه، هذا كلام اللي يحكي تحسين وغيره كلام مايع، بس يردون يضحكون بي على العقول. هذا داعش هو الاسلام الحقيقي كان. يعني تريد ام لا تريد، اتابى او لا تابى، شيوخ السعوديه ما كفرون، شيوخ مصر ما كفرون، قالوا هم شو اسمه مؤمنين ولكنهم غلطانين، ولكنهم شو اسمه تحملوا الذنوب. قل له كفر، يقول لا ما كفره، هذا مسلم، شلون اكفره؟ يعني الاخ تحسين يقول ليش تضحكون؟ مو انت تقول كلام منطقي حتى ما نضحك. انت ليش تناقشنا بالمنطق اللي انت تحكي عليه؟ انت جاي تحكي انا كلام مضحك، اي علم نشره؟ مو جاي يقول لك الجمال 100 جمل كان يشيل الذهب، كان ياخذون السبايا الاطفال. هذا اي دين تحكي عليه؟ يعني ما كان اكو سبايا؟ ما شايف حريم السلطان ايش كان يسوون؟ لا يقول لي هذا كذب، خلي هذا كذب، خلي يحكي لنا قبل ايش كان يسوون. القران كله يحكي عن ملكات اليمين والسبي والاحاديث مليانه بهالشغلات. يعني للاسف الشديد الاخ تحسين رجع كاتب لي انه اخي جان ساثبت لكم ذلك لا تستعجل. يعني شو بدك تثبت؟ عم بيقول لأخ المناظر بسن والدي وأنا أحترمه رغم التجريح الذي يتفوه به. أي تجريح؟ يعني لما نقول لك الحقيقة، الأخ حكمت لما بقول حقيقة معناتها عم تنجرح يعني مشاعرك. شو مشاعرك يعني؟ أنت عندك مشاعر، نحن ما عندنا مشاعر، يعني على أي أساس عم تنجرح؟ يعني عم بيقول لك الحقيقة، عم بقرأ لك من كتبك، ما عم بيجيب شيء من برا. يعني تعا كذب لي هالشيخ هذا، خلينا نشوفه مره اخرى هالشيخ هذا. كذب لي هالشيخ يا سيد تحسين، قول هذا الشيخ كذاب، هذا ما منافق. هذا اسمعوا للشيخ. نحن ارهابيون والارهاب فريق، ليعلم الناس انه الارهاب هو الشرك واننا ارهابيون. ونحن نريد ان نقول للناس ان اننا مرعبون، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالإرهاب فريضة في دين الله. طيب تحسين يعني هل أنت عندك علم أكثر من هالشيخ هذا؟ هل أنت بتفهم أكثر من هالشيخ هذا؟ يعني أعطيني عقلك شوي تحسين. يعني أنت لساتك شاب وطالع الدنيا جديد وقاري فقه وقاري يعني غيره. شو قريت؟ شو تعرف غير الفقه؟ اريد اعرف اني وين غلطت، اني وين غلطت عليه؟ انا مستحيل ما غلطت لا عليه ولا جبت حتى بطلت اقول صلعومي. قبل كنت اقول صلعومي لاحظتني حتى هالكلمه الله ما انطق غير كلمه الله ومحمد اجيب اسمائهم.
بس لا ينتظر مني اقول صلى الله عليه وسلم، هذا خليه ينسى الكلام. المشكله لما تكذب القدسيه، قدسيه اللي يعتقدوا فيه يعتبروك انه ساتي لهم، يعني لازم لما تحكي باحترام. يعني مثلا انا هلا لازم اذا قابلت بوزي احكي على البقره تبعته باحترام، هل انت تحكي يا تحسين تحكي على البقره باحترام؟ يعني هلا لما اشوف واحد بوزي عم بيعبد بقره، هل بتطج له تحيه تقول ما شاء الله على البقره هي المقدسه يعني، ولا بتضحك عليه؟ مثل ما انت بتضحك على اللي بعبد البقره انا عم بضحك عليك لانه عم تعبد حجر انت. يعني نفس المقياس، ضع نفسك لما تشوف واحد عم بيقدس بقره تضحك عليه من جواتك حتى اذا ما اظهرت له. نفس المقياس انا بدي اضحك عليك حتى من داخلي لانك عم تعبد حجره، حجره بتعرف ايش حجره؟ وزنه بعقلك. والاخ حكمة ما جاب شيء من برا، يعني ما جاب شيء من الفه تاليف من عنده، ولا الفه واحد مسيحي ولا واحد يهودي ولا واحد من خارج الكوكب، لا كله من كتب اسلاميه وشيوخ هن اللي كاتبينه وكل هالاشياء. تعال نشوف بعث لنا مره اخرى. لا انا اتحدى اذا يقول انا غلطان عليه بكلمه واحده، انا ما غلطت لا بالدين ولا اي شيء، خلي يقول لي وين غلطت. انا جاي اجيب لك الدليل والبرهان وجاي احكي لك التاريخ، اذا هذا الشيء ضوجه مشكلته هذا. هم يدور راعي مشاعر بس هم ما يراعوا المشاعر. ايوه لا هو عم بيقول لي على الشيخ هذا، من هذا لا نعرفه، بدك تتعرف عليه اكتب الشيخ عزام، الشيخ عزام المجاهد الاول في افغانستان، الشيخ الفلسطيني العزام، وروح شوف تاريخه الفقهي او وات ايفر، يعني من كبار الشيوخ. يعني جيب لي الحويني، جيب لي الحويني، هو الحويني شيخ محدث وجدي غنيم، جيب لي وجدي غنيم، جيب لي القرضاوي، دول جماعته كلهم دول نفس الكلام يحكون. اولا هذا غير معروف، يعني لازم يكون معروف. طيب هذا ما معروف، روح شوف الحويني تبعك، شيخ محدثين العصر يعني اللي موجودين حاليا. الحويني هو الشيخ المحدثين تبعهم، يعني هو التلميذ الألباني المعروف، ألباني ما غيره، يعني هو الحويني هذا تلميذه. روح على محمد حسان، على الشيخ يعفور، قصدي الشيخ يعقوب هذا. يعني مين بدك نجيب لك؟ يعني شوف الراقصة هذا وجدي غنيم، ولا كل هالزعران هذول، هالعرصات هذول. يعني رجع كتب لنا ثانيا، هؤلاء الخوارج لعنهم الله ولا وزن لهم عندنا. مين انتو؟ مين انتو؟ مين يعني اذا هاد ما له وزن عندك انت مين؟ انت مين يا تحسين؟ يعني عدم المؤاخذة انا مو تصغير لشخصك لا، ولكن انت فقهيا انت مين؟ يعني اذا حطيناك بين الشيوخ المسلمين انت مين؟ مين انتو؟ طيب انت بتمثل مين؟ اذا الحويني ويعفور وحسان وكل هدول ما عاجبينك، طيب انت مين؟ القرضاوي؟ خذ هذا مال الحويني بعثت لك اياه، تقدر تعرضه؟ لا شوف دقيقة واحدة اذا بقدر اعرضه ولا لا، اذا دقيقة واحدة اشوف اذا ممكن العرض. برنامج مصري هذا طلعوا يحكي عن اظن راح يسوي لنا مشاكل، هذا ما اظن اقدر اعرضه، راح يسوي لنا مشاكل ومن غير شيء نحن اوكي. يعني هنا الكلام واضح يقول به انه احنا شكوا بي اذا نروح نغزو ونجيب سبايا. على كل حال اذا بده بحط له اللينك تحت الفيديو، يعني المشكلة الحويني هو ذات نفسه بيقول يعني ليش الاقتصاد المسلمين مضروب وفقراء كلهم؟ لأنه نحن ما عم نغزو، لو كل سنة نروح نغزو وكل واحد يجيب له 10 روس يجي يبيعهم، يعني بهالوقاحة عم بحكي. أنت تجي يا تحسين قلنا والله انت شو انت نبي يعني جديد ولا صحابي ولا شو انت؟ شو مكانك بالاعراب في 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 بقائمه الشيوخ؟ يعني بدي افهم يعني بس مكانك بالاعراب بقائمه الشيوخ.
ثانيا هؤلاء الخوارج لعنهم الله، انتم اللعنه عنكم جاهزه يعني فورا اللعن. طبعا نبيكم كان لعان على فكره تحسين. ثالثا لا تنسى ان الجهاد فرض من فروض الاسلام، واي دلوه بالعالم دوله بالعالم حتى دول الالحاد عندها جيش وجهاد، نحن الاسلام الحقيقي المعتدل. يا سلام يا سلام. على كل على كل نحن ما بدنا نطول بالحلقه يعني. طيب شو بتقول له انه متناقضين متناقضين بصراحه حكمه يعني شو عم بيقول. لا تنسى انه الجهاد فرض من فروض الاسلام، يعني تعترف انه الجهاد فرض، وفي جهادين، جهاد الطلب وجهاد الدفع. على فكره مو جهاد دفع فقط، هو جهاد الدفع، الطلب هو الاهم عندكم اصلا عند المسلمين. واي دوله بالعالم حتى الدول الالحاد عندها جيش وجهاد. كيف يعني اي دوله بالعالم عندها جيش وجهاد؟ يعني هلا مثلا مثلا بريطانيا بتقول حي على الجهاد. انا بالحكم يا حبا. انا بالحكم، مو تنسى يعني، مو تقول لي حكمت، انا بالحكم. الحكم اسف اخي بالحكم، تفضل. بالحكم يعني الحكيم اللي كان موجود وقت محمد، الحكيم الوحيد اللي كان موجود يعني. الحكم انا اسف، انا اعتذر مره اخرى بالحكم، تفضل. صراحة يعني احنا يعني مستعدين يعني خليجي المناظرة، يعني ابسط واحد بينا ممكن يناظر، يعني ما عندنا اي مشكلة يعني. انا اعتبر يعني اصغر واحد امينا مستعد اناظر هذا الاخ تحسين. شو اسمه، احنا ما نجيب شيء من عندنا يعني. اذا انا جاي اقول لك الابن كثير يقول اقتنوا فوق الاعناق واقطعوا الروس، يعني انت شو تريد؟ يا دين سلام، دين محبة هذا اللي انت تحكي عليه؟ لما تروح تجيب أسرى وأطفال وبنو قريظة 900 كلهم قتلتوهم، اللي كان اكو شعر عانى عنده يعني تحت بين رجليه كان يقطعوه من راسه. يعني ممكن الطفل 10 سنين يظهر له شعر عانى، مع السنة يظهر له شعر عانى. كلهم قتلوهم يعني. ليش قتلوهم يعني؟ إذا هم كانوا يردون بس ياخذون المنطقة. يا أخي حتى هتلر ما سواها. هتلر أنا شايف أفلام معسكرات الأسرى يلعبون كرة قدم، يلعبون شو اسمه، هذا يقولون عليه هتلر الظالم. كان مسوي لهم معسكرات ياكلون يشربون وكل شيء. خلصت الحرب، وأثناء الحرب كان يسوون تبادل أسرى، بس أنتم حتى الأسرى ما ترحموهم. شو تتقطعوا رؤوسهم؟ والله شنو؟ لأنه يهود، لانه محمد تخيل انه راح يرمون حجر على راسه راح يجتاح المنطقه كلها. المرض اللي جاء مرض صرع الفص الصدغي هيئ له انه اكو واحد يريد يرمي حجر على راسه، خلاص انتهى بعد هذا. وما دام ظن، ماكو بعض الظن يثني طبعا، وراح يجتاح لك المدينه. احنا ما جاي نجيب شيء من عندنا اخ تحسين، هذا من كتبكم، هذا كلام شيوخكم. يا ريت نحكي شيء من عندنا حتى انت تقدر تمسك علينا شيء. احنا ما نحكي الا من ما ينطقوه وما يجيبوه عن صحابه، والصحابه يجيبوه عن الرسول. وما أنا اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص. على كل الاخ تحسين رجع عم بكتب بصراحه، تحسين مضحك الى ابعد الحدود. يعني عم بيقول ما بريطانيا احتلت كل العالم. يعني إذا بريطانيا احتلت كل العالم، هل بريطانيا جابت كتاب مقدس وقالت أنا على كتاب المقدس هذا جاي أحتل العالم؟ يعني هل بريطانيا جابت قرآن قال واغزوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل بطيخ وكل هالخزعبلات هي؟ جابت كتاب بريطانيا دخلت قالت أنا استعمار وجاي أحرركم، جاي أنشر الديمقراطية، جاي ما قالت أنا جاي بكتاب مقدس من عند الله جاي أنشر فيكم الخير ولا البركة ولا الحكي هذا. إذا بدك تعتبر الإسلام مثل بريطانيا معناته هذا هو نفس الشيء. بريطانيا غزت العالم وصح، ونحن معك بهالحكي هذا. بريطانيا غزت العالم وأمريكا تعتدي على العالم وكلهم معتدين، والإسلام أنت عم تحطه بنفس الإطار. الإسلام نفس الشيء، سواء نفس الشيء، ولكن
بهيئة مقدسة، وأنت حاليا عم تقدس هالغزوات للأسف الشديد، وعم تقدس هالفكر الإرهابي هذا. أنا من هالمنبر راح أسأل سؤال الأخ تحسين، شي يقول على اللي خليه يجاوب لي، هو جاي يسمعني هسه، اللي سواه هتلر والاستعمار وامريكا وضربوا ناكازاكي وهيروشيما بالقنبله الذريه، شي يعتبر هو؟ خلي يقول لنا شي يعتبر، يعتبره اجرام؟ زين احنا بنعتبره اجرام. زين واللي فعله محمد شي يسمي هو لما راح اجتاح الدول؟ هو شي يسمي؟ اريد تسميه مالته اسمعها، شي يقول شي يكتب لنا شنو التسميه؟ فتوحات ويسميها فتوحات. فتوحات؟ يعني شو الفرق؟ ايش فرقوا عن هتلر وعن الاستعمار؟ شنو فرقهم؟ يعني هذا الله قال له؟ منو قال الله قال له؟ منو منين جبت هذا الحكي؟ لانه هو قال، شنو دليله واثباته انه الله بعثه على مود يروح ينشر الدين ماله بالقوه بالسلاح؟ يعني هذا غير اله ينشر دينه بالسلاح هذا. يعني ما يقدر اله ليل ونهار نسبه ونغلط عليه، ما يقدر يحرك حشره من مكانه او يذب علينا امراض او يقتلنا او يسوي لنا شيء يخسف علينا البنايات اذا صحيح؟ هو عم كاتب لي انه بوش غزاهم بدافع ديني. على كل حال هذا كلام تحسين، هذا انت تخريف منك، وهذا زياده عن اللزوم. عيب اصلا تحكي هيك شيء. اذا خرف له كلمتين بوش، هذا لا يعني انه امريكا دخلت بدافع ديني. وين الدافع؟ اي دافع ديني؟ جابت لك القواميس الكتاب المقدس. هذا هون صار كذب وافتراء تحسين افندي، صار كذب وافتراء. يعني لا تقول لي والله بوش داخل دافع ديني، ولا الغزو للعراق كان دافع ديني. هذا نحن شفناه قدام عيننا، ومو انت اللي جاي تدرسنا والله شو سوى بوش وسوت امريكا وكيف غزوت العراق. يعني دخلت بوضع سياسي تحطم العراق، اللي هدد اسرائيل بجيش القدس مليون وهالحكي الفاضي هذا، وهدت العراق، وهلا عم تهد سوريا وما تم وفرفطتهم كله في سبيل اسرائيل، ومو دافع ديني والله جاي ينشر المسيحيه. هذا نعم اجرام، طبعا اجرام. نحن كلنا بنقول المجرمين هذول، ولكن المسلمين مجرمين اكثر منهم. وانت جاي هلا بدك تقول لي والله بوش داخل دافع ديني، هذا الحكي عيب اصلا تحكيه. يعني منا اغبياء لهالدرجه حتى تعاملنا بهالطريقه هي. جان انا اعتقد ما راح يجي المناظره هذا تحسين، انا اتمنى يجي، اعتقد ما راح يجي المناظره، لانه اذا هيك شيء عنده هيك اسلوب وكلام، احنا يعني صراحة يعني نرحب فيه يعني بأي وقت يجي. خليني نشوف شلون راح يوقفنا كلنا، ما يخالف احنا موافقين، بس انا اشك انه راح يجي. شو اسمه، خلي ننطيه، ما نحرق المناظرة، خلي نشوف شنو الكلام اللي يقوله، خلي يجي يوم المناظرة ونشوف شنو الاثباتات والكلام اللي يقوله، احنا نحب نسمعه. على كل نعم راح نتجاوز مسألة هاي، وطبعا المناظرة قائمة، والأخ تحسين أهلا وسهلا فيه، وننتظره يوم الأحد، هذا شيء أكيد يعني. ولكن هالمسألة هاي مسألة ما بعرف يعني تعفيس على البقلة هو عم يساوي. على كل خلينا ناخذ كلمة أخيرة منك، وبمناسبة أخي تحسين أنت رجعت بعدت لي بس دقيقة واحدة أشوف. قالها حرب صليبية ولكن ليست حرب صليبية أخي تحسين، على المهم ما بدنا نحكي بهالموضوع كثير. قال حرب صليبية وهو واحد مخرف أصلا. أمريكا لا تعتبر حروب دينية حاليا، هي حروب سياسية كلها بقلب بعضها، وخربوا بلادنا للأسف الشديد، واستعملوا ديننا الشيعة ضد السنة والسنة ضد الشيعة، استعملوا الدين الإسلامي مشان يخربوا العراق ويخربوا سوريا، وراح يخربوا السعودية ويخربوا إيران ويخربوا تركيا وكل هالبلاد هاي سياسيا. والحجة تبعتن أو الوسيلة تبعتن هو الدين الإسلامي، شيعة وسنة، هاي هي القصة كلها. على كل حاج تكتب لي، أرجوك حاج تكتب لي. طيب هو عم بيقول لك سأحضر المناظرة، طبعا بكل تأكيد أخي
تحسين. تحسين اهلا وسهلا فيك، والمناظره قائمه مثل ما قلت، وطبعا يوم الاحد موعدنا الساعه 8 بتوقيت لندن، 10 بتوقيت بغداد راح يكون. على كل مشان موضوع القناه الجديده اصدقائي، طبعا الاغلبيه راح يشوفوها مسجله على القناه القديمه، انا راح احط رابط القناه الجديده كمان تحت التسجيل. بتمنى من اصدقائي يشاركونا ويشاركوا بالقناه حتى ويوصلوها لاصدقائهم، يعني اللي ما له خبر، اللي ما عنده علم يعلم يا شباب، يعني مشان تساعدونا ويوصل صوتنا لكل الناس. تفضل اخي حكمه، كلمه اخيره بتحب تقولها. الكلمه الاخيره اللي احب اقولها انه احنا يعني اي شيء نجيبه من الكتب الدينيه، وكثير اكو اشخاص قالوا لي ليش تقرا؟ طبعا لازم اقرا حتى اشوفهم هذا من كتبهم، يعني انا يعني اذا احكي ارتجالي راح يقولوا لي انت ما عندك دليل على هذا الكلام، ولكن اذا اقرا لهم عن 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 فلان وبخاري ومسلم وابن كثير ذاك الوقت في مسلمين راح يصدقوني، راح يراجعون هذا الكتب ورايا، شوف انا فعلا جبته من ابن كثير ولا لا. وذاك الوقت هم عقلهم بعد، يعني اذا عقلهم قبل شيء وانسانيتهم قبلت هذا الشيء، فاذا هو من الاصل هم عندهم تفكير اجرامي. اما اذا ما قبلوا ادعوهم يفكرون ويوصلون الى الحقيقه، واتمنى الانسانيه هي اللي تغلب. اشكرك جان على الفرصه، واسلم على كل الاخوه المشاركين، متاسفين انه صارت هاي الظرف، ظرف القناه اللي سدوها، وطرق اخرى موجوده نشرها على الفيديو، وشكرا جزيلا. بكل تاكيد بكل تاكيد انا بشكرك اخو حكمت، واشكر اصدقائي المتابعين، يعني شكرا لكم. وطبعا انا بتشكر كمان اللي راح يتابعونا بالتسجيل اللي راح احمله بقناة الجهر بالإلحاد الأساسية، وراح احط رابط القناة تبع البث المباشر الحالية عم نبث عليها. وبتمنى من اصدقائي اللي يسمعوا القناة هاي ويسمعوا الحلقة هاي يشتركوا معنا بالقناة الجديدة حتى تصلهم الحلقات الجاية. وبتمنى مشاركاتكم كمان على السكايب وعلى الفيسبوك، يعني بعثوا لنا اسئله وطروحات شو اللي بيطلع اللي بتفكروا فيه. شكرا لكم اصدقائي، والى اللقاء في الحلقه القادمه. الى اللقاء.